التحالف ينشر صور نشاط إرهابي لعناصر من ميليشيا الحوثي بمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء. الأجهزة الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من محيط القصر في الخرطوم. مع استمرار مفاوضات النووي في فيينا، فشل المفاوضات بين إيران وكوريا الجنوبية حول تسديد مستحقات طهران المجمدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن صورا تظهر وجود عناصر من ميليشيات الحوثي داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء. الأدلة التي نشرها التحالف أظهرت أيضا قيام الحوثيين بتخزين ونقل الأسلحة من المعسكر واتخاذ المدنيين وشاحنات النقل دروعا بشرية. ورصد التحالف في وقت سابق قيام الميليشيات باستحداث مركز الجمارك داخل المعسكر واستخدامه لنشاطات إرهابية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 35 عملية استهداف في شبوة ضد الميليشيات الحوثية. وأكد التحالف أن الاستهداف دمر 25 آلية للميليشيات وقتلت 240 عنصرا. وفي جبهة مأرب نفذ التحالف 28 عملية استهداف خلال آخر 24 ساعة، أسفر عنها تدمير 19 آلية للحوثيين ومقتل 150 عنصرا حوثيا. تخوض ألوية العمالقة وسط مديرية بيحان اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق عملية تحرير شمال غرب محافظة شبوة. ويأتي الهجوم على مديرية بيحان من 7 اتجاهات بغطاء جوي من طيران التحالف. وأفادت مصادر عسكرية بأن ميليشيات الحوثي أقامت نقاط تفتيش وقائية لمنع فرار جماعي لعناصرها باتجاه محافظة البيضاء. استعاد الجيش اليمني السيطرة على العديد من المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة مأرب وغربها. ووفق مصادر عسكرية فإن أبرز المواقع التي استعادها الجيش تقع في ملبودة وحمة الذئاب وفي الجبهة الجنوبية للمحافظة. واصلت قوات الجيش تقدمها الميداني في جبهات البلق الشرقي حيث تفرض حصارا على ميليشيات الحوثي وأيضا في جبهتي لظى والأعيرف صوب معسكر أمريش. ينضم إلينا من مأرب موفد الحدث أحمد باجاتو لنسأل أحمد ونرحب به. أولا مرحبا بك يا أحمد، ما هي سير أو آخر مجريات سير المعارك في مأرب؟ نعم مرحبا حسين، يعني ما زالت قوات الجيش والمقاومة الشعبية تخوض معارك قوية وشرسة لدحر ميليشيا الحوثي في الكثير من المواقع أبرزها اللظاء والتوجه ناحية جبل البلق الشرقي إلى مناطق الملعى وأم ريش في محاولة لتحريرها من ميليشيا الحوثي. أيضا كان هناك محاولة لتطويق عناصر الحوثية الموجودة في أجزاء الجنوبية من جبل البلق الشرقي من جميع الجهات. هذا التطويق قد يؤدي إلى منع وصول تعزيزات إلى هذه العناصر الموجودة في جبل البلق الشرقي ومن ثم القضاء عليه، يصبح مسألة وقت. طيران تحالف دعم الشرعية أعلن أنه نفذ أكثر من 20 عملية استهداف، 28 بالتحديد. هذه العمليات أسفرت عن مقتل الكثير من العناصر الحوثية وتدمير 19 آلية عسكرية في جبهات مأرب المختلفة. بالطبع جل هذه العمليات كانت في الجبهة الجنوبية لمأرب التي استفادت بصورة
كبيرة مما يحدث في شبوة التي نجحت الولايات العمالقة في التقدم فيها. هذا الأمر أدى إلى تشتيت يعني ميليشيا الحوثي وقواها التي باتت ما بين شبوة وما بين مأري وبين الجوف أيضا التي تجري فيها بعض العمليات. أيضا في الجبهة الغربية كان هناك سيطرة على مناطق ملبودة وكذلك حمة الذئاب. هذه السيطرة ربما ترجع إلى مساندة قوية من مدفعية الجيش الوطني أيضا ومن طائرات التحالف التي تؤدي دورا هاما للغاية خلال الأيام الماضية في استهداف أي محاولات من قبل ميليشيا الحوثي لإرسال تعزيزات أو تقدمات لآليات أو أطقم عسكرية. وأيضا القيادة العسكرية هنا تتحدث عن وقوع بعض العناصر الحوثية أسرى في يد قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية وخلال الساعات الماضية أيضا. طيب أسأل كذلك أحمد، بالأمس تحدثنا بأن هذه الميليشيا كذلك وفق كل هذه الضربات والتقدمات كذلك هناك عملية لاستخدام بعض التعزيزات إلى مناطق الساخنة، المناطق التي تدور فيها المعارك. مضبوطة مسألة الطرق التي يستخدمها الحوثيون من أجل عدم إيصال أي مساعدات أو تعزيزات عسكرية؟ نعم، هناك محاولات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي لإرسال تعزيزات لعناصرها في جبهة شبوة وفي أيضا جبهة مأرب، لكن ما تقوم به ألوية العمالقة الآن من السيطرة مؤخرا على مفرق السعري وكذلك مفرق الدهولي وبعض الطرق الاستراتيجية الهامة، وقبل ذلك كان مفرق الحمى. هذه المفارق وهذه الطرق جميعها كانت طرق لإرسال تعزيزات، يعني هذا الأمر أثر بصورة كبيرة على إرسال تعزيزات من قبل ميليشيا الحوثي إلى عناصرها الموجودة في هذه الجبهات. هناك خسائر بصورة مستمرة تتكبدها ميليشيا الحوثي في شبوة في مأرب، لكنها لا تستطيع بصورة سهلة إرسال هذه التعزيزات التي يتم استهدافها من قبل ألويات العمالقة، من قبل مدفعيات الجيش الوطني، من قبل طائرات التحالف. كل هذه الاستهدافات يعني كما ذكرت لك قبل قليل من قبل طائرات التحالف توضح كيف هي الصعوبة التي تواجهها ميليشيا الحوثي في محاولة التقدم أو في محاولة حتى الحفاظ على ما تحصلت عليه خلال الفترة الماضية. ألويات العمالقة في شبوة تقوم بجهد كبير وانتصارات قوية تحققها بصورة سريعة لم تكن متوقعة من قبل ميليشيا الحوثي التي باتت تفقد الكثير من الأراضي ومساحات كبيرة منها في غضون ساعات قليلة. نحن نتحدث عن بضعة كيلومترات تبعد ألوية العمالقة عن مركز مدينة بيحام التي من المتوقع أن يتم السيطرة عليها خلال ساعات أو أيام قليلة قادمة على الأكثر، ومن ثم الانطلاق إلى إبعين ومن ثم حريب أولى مديريات محافظة مأري، وبعد ذلك قطع الطريق تماما، قطع الطريق عن ميليشيا الحوثي الموجودة في جبهات مأرب الجنوبية، وكذلك يمكن الانطلاق إلى محافظة البيضة وهذه المحافظة الهامة للغاية كونها حدودية مع أكثر من محافظة أخرى. نعم. وتفتح للعديد من الجبهات، يعني يمكن القول أن يعني مأرب ما يحدث في مأرب الآن وبعض الاستيلاء على بعض المديريات في شبوة كان بسبب سقوط محافظة البيضة، لذلك محافظة البيضة هي محافظة هامة ومن المتوقع أن يتم الذهاب إليها بعد أن تفرغ ألويات العمالقة من تحرير كامل شبوة. شكرا جزيلا لك من مأرب مفوض الحدث أحمد بقاتو. من الميدان أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد ركن مرضي مبخوت أن المواجهة مع المد الفارسي الإيراني الداعم للحوثي مفروضة على الشعب اليمني بسبب سلوك الحوثي، مشددا على أن القوات المسلحة صامدة وستنتصر. الوطني مواجهته مسنودا بالقبائل والقوات والمقاومة في مواجهة لا نقول الحوثيين ولكن المد الفارسي الإيراني الداعم لهذه الفئة التي لم ترضى بأي توافق ولا بأي سلام، بل انقلبت على كل المرجعيات، انقلبت على الدستور، انقلبت على الجمهورية، انقلبت على الحكومة، انقلبت على الشرعية، ولم تتوافق مع اليمنيين في أي نقطة التقاء أبدا. وبالتالي أصبح المواجهة مفروضة على الشعب اليمني أن يواجه هذه الفئة لأنها تحركها أطماع إقليمية مدعومة من دولة إيران. القوات المسلحة صامدة ومعنوياتها مرتفعة وستحقق النصر بإذن الله تعالى. نطمئن الشعب اليمني أن النصر قادم وليس عندنا أدنى شك في ذلك، نحن نؤمن به لأن قضيتنا عادلة. القضية التي نقاتل من أجلها قضية عادلة، حرية، عدالة، مساواة، سلام، هذه هي اللي المجتمع يقاتل من أجلها.
نحن لسنا ضد أي فئة ولا فرد ولا جهة، نحن ضد من هو ضد اليمن كله، من لا يريد اليمن أو يجيب المد الفارسي إلى داخل اليمن ويهدم دولته ومجتمعه ويفرق المجتمع ويقسمه. احنا لا يمكن أن نرضى بأي حد يجي يتمسيد على اليمنيين. نشكر التحالف على وقفته مع الشعب اليمني، الوقفة الكبيرة التي لن ينساها أي يمني مساندا له، لأن إيران داخلة في الخط، إيران داخلة في الخط، في الأشقاء أولى أن يقفوا إلى جنب أشقائهم اليمنيين. الله أكبر الله أكبر، على الاقتحامات جاري على قدر الشايق، الله أكبر. قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج البحسني، قال إنه لن يسمح لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالتقدم باتجاه حضرموت، وذلك من خلال تضييق الخناق عليها بمحافظة شبوة بعد تحرير بيحان واستكمال تحرير مديريتي عسيلان وعين. وأضاف البحسني أن قوات الجيش والأمن مستعدة لمواجهة الخطر الحوثي، إلى جانب الإعلان عن تجهيز قوة احتياطية هذه القوة من أبناء المحافظة لخوض المعارك ضد ميليشيات الحوثي. اليوم حضرموت أمام خطر يتقدم الحوثيين إليها، هذا عشان نقول لكم بصريح العبارة، أمام خطر يتوسع الحوثيين. إذا سقطت مأرب وفقا للخطط المتوقع الآن أنهم سيتجهوا باتجاه وادي حضرموت. ليش؟ لأن شبوة الآن تعتبر سدت عليهم، في قوة هناك كبيرة جات عملت عمل كبير من أجل تحرير مديرية بيحان وعسيلان، وستحررها إن شاء الله نهائيا بين الليلة وبكرة، وبالتالي الطريق هناك سدت وبيتجهوا في اتجاه حضرموت. حضرموت ستكون بإذن الله عصية عليهم. اليوم ونحن على وشك المواجهة لابد من حاجة كل القوى وكل الطاقات لهذه المواجهة، وستكسر حضرموت خشم هذه المجموعة الباغية وهي الحوثيين الذين يحملون مشروع شيعي إيراني. بدون شك نحن أي عمل حتى العمل الخيري نسقى مع قيادة التحالف، ما بالك المعركة تعتبر منها يعني شيء كبير جدا، ولذلك نحن منسقين ومرتبين وطالبين دعم وقالوا حاضرين. ينضم إلينا من القاهرة المحلل الأمني والسياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. مرحبا بك يا دكتور عبد الملك. إلى أي حد ساعدت فتح ألوية العمالقة الجبهات الموجودة داخل شبوة على تخفيف الضغط على ما يجري في مأرب، خاصة وأن الجيش الوطني بدأ من مرحلة الدفاع إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الهجوم؟
خلص تحلك أخي أستاذ حسين. أهلا وسهلا دكتور. الدخول قوات العمالقة على الخط في شبوة والانتصارات الخاطفة التي تحققها، التحرير الخاطف الذي تحققه، والتحول النوعي عملياتيا، لم يعد المسألة لتخفيف الضغط فقط، بل هنالك توجه عملياتي استراتيجي في مسارات المعركة، هو انتقال إلى طور الهجوم. وأعتقد أن ما حصل في شبوة ليس إلا مرحلة أولى من تصعيد كبير ضد الميليشيا الحوثية. أعتقد أنه المرحلة هذه هي تمهيدية لمرحلة قادمة يكون فيها حربا شاملة متعددة المحاور متعددة الجبهات، ضغط عسكري غير مسبوق. وما حصل في شبوة، ما حصل في جبل راس وفي الساحل الغربي، ما يحصل الآن في مارب من تحول من نسق الدفاع إلى نسق الهجوم، كلها مقدمات لمعركة مختلفة لم تشاهد خلال 7 سنوات القادمة الماضية، بناء على معطيات سياسية هي مفروضة بتوجه دولي وتوجه إقليمي وتوجه داخلي بضرورة إنهاء الصراع في اليمن. ويبدو أن إنهاء الصراع في اليمن لا بد له من معركة حاسمة شاملة متعددة المحاور. وأعتقد أنه الأيام القادمة حبلى بالكثير من التوجهات بهذا الصدد. ما أنجزه أبطال العمالقة في شبوة من انتصارات خاطفة هو فتح مرحلة جديدة عسكريا، إلا أنه فتح مرحلة جديدة سياسيا، وهي حالة الإجماع التي تولدت حول هذه القوة الفاعلة من جميع الأطراف السياسية. وذلك يستدعي الدخول إلى مرحلة جديدة أيضا في الخطاب الإعلامي والسياسي، يستدعي على النخب بالذات في الشمال والقوى السياسية في الشمال تعزيز الخطاب التصالحي مع إخواننا في الجنوب للم كل القوى والمعطيات والمتاحات وخدمة الدفاع الوطني نحو معركة مصيرية تستهدف استرجاع الهوية وإيقاف المخاطر التي تهدد مستقبل اليمن، تهدد أمن الإقليم، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتهدد التجارة الدولية. طيب يعني من الممكن يا دكتور عبد الملك أن نشاهد في الفترة المقبلة القليلة بالطبع جبهات أخرى تفتح، مثلا الحديدة، خاصة وأنه فيما سبق قبل اتفاق ستوكهولم كانت الأمور تمضي إلى سيطرة الجيش والمقاومة على هذه المنطقة، ولكن التدخل الدولي منع ذلك من خلال حجج هي إنسانية. من الممكن أن تكون هناك جبهات كبيرة كالحديدة تفتح مثلا؟ أعتقد عنصر المباغتة والمفاجأة هو الذي سيسود أيضا الموقف في المرحلة القادمة. لا تدري من أين، يعني الخطط، غرفة العمليات تختلف، لأن المعطيات التكتيكية والمعطيات الاستراتيجية قصيرة الأجل تقول أن هنالك جبهات مرشحة لفتح النار، أبواب الحيم على الميليشيا الحوثية. جبهة الفاخر مثلا هي جبهة لا يوجد فيها تعزيزات كبيرة للحوثي، مطلة بقرب جغرافي غير مسبوق. يحدثني القادة العسكريون في جبهة الفاخر أنه إذا عدت العدة الحقيقية لمعركة يستطيعون خلال أيام أن يكونوا على مشارف مدينة إب. هذا واحد من الأنساق الاستراتيجية الذي ممكن أن يخلط الأوراق. تستطيع دكتور عبد الملك، حصل الانتكاسة نتيجة حسابات، إذا سمحت لي، يعني عندما قلنا بأن ثمة جبهات مرشحة لأن تفتح عسكريا خاصة مع هذه التقدمات، جبهة الفاخر جغرافيا لمن يتابع المشهد اليمني الآن أين تقع والاستراتيجية أو الأهمية لها، كيف يمكن أن تساعد كل هذه التقدمات؟ جبهة الفاخر هي عبارة عن مثل بسيط، هي في منطقة الضالع بعد قعطبة باتجاه مدينة إب، إلا أنه هنالك أنساق أخرى أيضا باتجاه دمت. هنالك مسألة إعادة فتح معركة البيضاء، الزخم الذي يصنعه أبطال العمالقة أستطيع أن أقول أنه مرشح لخلال أيام أن نجد أنفسنا منتقلين من شبوة إلى مارب، ومن هنالك أيضا هنالك جبهة ثراء المطلة على البيضاء أيضا مرشحة لأن تعزز بقوات نوعية مدربة مؤهلة، والزخم موجود، الزخم العسكري وأبطال موجودون، والحاضنة الشعبية والإمداد أيضا
الوطن موجود. كل هذه معطيات، هنالك جبهات أخرى لا نستطيع الحديث عنها، مرشحة لأن تفتح. تعز أيضا لابد أن تفتح فيها جبهات جديدة، أمور كثيرة تعطى هذه المسألة، تترك لغرفة العمليات لاتخاذ عنصر المباغتة. لكن أعتقد كقراءة سياسية وعسكرية أن المرحلة القادمة تحمل الكثير من التصعيد بحلول ذات أنياب، لأن السلام في اليمن وإنهاء الصراع في اليمن لم يعد خيارا مؤجلا، بل هو خيارا ملحا، والضغط العسكري من أجل الوصول لإنهاء الصراع أصبح أمرا. وحتى الخطوط الحمراء التي كانت تطرح من قبل دول في المجتمع الدولي بعد العمليات ما عدنا نسمع بها دكتور عبد الملك، أبدته الميليشيا الحوثية الآن خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، ما عدنا نسمع بها، وكأن المجتمع الدولي وصل متأخرا أو عرف بأن هذه الميليشيا لا تنصاع لمبادرات السلام، وبالتالي تترك الساحة للمعارك كي تحسم القضية. أقولها قراءة سياسية وأقولها بناء على معلومات أيضا وأعرفها من مصادرها الخاصة، أن الفاعلين الدول الأساسية الفاعلة في المجتمع الدولي تنتظر الحسم في اليمن، تنتظر إنهاء الصراع، وكل التعبيرات الرسمية من كل الدول إنهاء الصراع. وأعتقد أنه يعني عمليات قاسية لا بد منها. هنالك العمليات العسكرية هي أشبه بالعمليات الجراحية، ولا بد لها من مضاعفات تضع ريسك بنفيت، يعني هي عبارة عن إدارة توازنات المخاطر المترتبة على انعدام العمليات والمخاطر المترتبة على العمليات، كل هذه توزن. وأعتقد أن الميزان الآن يرجح بضرورة إنهاء الصراع في اليمن، ولو كان هناك كلفة، ولو كانت الأمور قاسية، ولو كانت العمليات قاسية قليلا، لكن يظل التهديدات المستقبلية والتهديدات الحالية أكثر مخاطرة من مسألة وجود العمليات العسكرية. وأعتقد أنه الميليشيا الحوثية فوتت الفرصة بعد المبادرة السعودية التي كانت الخطوة المتقدمة جدا لتأسيس السلام في اليمن. شكرا. فوتت تلك الفرصة وأسقطت عنها أوراق التوت، حتى الشبكات الناعمة التي كانت تدافع عن جماعة الحوثي. نعم. وتتخذ الأسباب الإنسانية مطية من أجل الضغط هنا وهنا على التعالف. شكرا. أصبحت ممجوجة من دوائر القرار الغربي. نعم. أشكرك يا دكتور عبد الملك اليوسفي، كنت معي من القاهرة على كل هذه التفاصيل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. البنتاغون يحمل ميليشيات إيران مسؤولية الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق. المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن التوافق متأخر جداً. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. أطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم احتجاجا على سيطرة الجيش على البلاد وفقا لشهود حيان. خرجت التظاهرات اليوم استجابة لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين للمطالبة بالحكم المدني. وكانت السلطات استبقت التظاهرة بقطع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، كما أغلقت بعض الجسور الواصلة بين الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان. وأعلنت لجنة أطباء السودان عن مقتل متظاهر في أم درمان. وصل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قولاك للخرطوم لبحث مستجدات الأوضاع هناك. قولاك أوضح أنه سيناقش مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وسيناقش مع نائبه محمد حمدان دقلو مسار تنفيذ اتفاق جوبا وسبل الوصول إلى اتفاق إطاري عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وطلب مستشار رئيس جنوب السودان شباب السودان بمراعاة الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن رسالتهم وصلت لكل العالم. قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الهجمات ضد القواعد والقوات الأمريكية في سوريا والعراق مصدرها ميليشيا مدعومة من إيران، مشددا على أن القادة الأمريكيين لديهم الصلاحيات بالدفاع عن جنودهم. من جهته قال قائد قوة المهام المشتركة ضد داعش الجنرال جون بريانان، قال إن هجمات المجموعات الإيرانية خطير عن مهمة الحفاظ على استمرار هزيمة داعش. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات شنتها طائرات مسيرة مجهولة على موقع عسكري تابع لمجموعة مسلحة موالية لإيران بريف دير الزور الغربي. يأتي هذا بعد نشر التحالف فيديو لغارات قال إنها استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة تابعا للحرس الثوري الإيراني قرب قلعة الرحبي جنوب مدينة الميادين في دير الزور شرقي سوريا. وعلق عليها جيش النظام السوري بأنها أسفرت عن مقتل 5 عناصر وإصابة آخرين من بينهم جنسيات غير سورية. مشاهدينا نعود إلى السودان وتطورات الأحداث هناك. تنضم إلينا الزميلة لينا يعقوب مراسلة الحدث، مرحبا بك يا لينا. يبدو المشهد اليوم يعني مختلف، هناك أخبار تتحدث عن مقتل مواطن سوداني، تفاصيل ما يجري الآن؟ مساء الخير حسين. نعم هذا الخبر صحيح، جاء مع نهاية التوقيت الذي حدده المتظاهرون لانتهاء التظاهرات اليوم في الخرطوم. طبعا السلطات المختصة الأمنية والشرطية أبعدت المتظاهرين من شارع القصر الرئاسي واتجهوا جنوبا، النقطة التي عادة ما ينطلق منها المتظاهرون في الخرطوم الذي سقط في أم درمان. القتيل الذي سقط في أم درمان جاء نتيجة إطلاق الرصاص حي بحسب
لجنة الأطباء المركزية. طبعا هناك عشرات الجرحى والمصابين. طبعا نحن الآن في الخرطوم حسين، يعني تقريبا الآن أبعدت السلطات الشرطية المتظاهرون من هنا. هذا المكان كان فيه كثير من المتظاهرون، ولكن مع بدء الساعة الخامسة تم إطلاق الكثير من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. تراجع بعد ذلك المتظاهرون وهو التوقيت الذي حددوه مسبقا. طبعا الشعارات التي ظلوا يرفعونها وينادون بها تتحدث عن إبعاد المكون العسكري وإفساح المجال لحكومة مدنية هي التي تتولى تعيين الحكومة المقبلة. طبعا أيضا هذه التظاهرات وإن نظمها أو حدد مساراتها تجمع لجان المقاومة، إلا أن تجمع المهنيين أيضا أعلن مشاركته فيها، وكذلك أحزاب من الحرية والتغيير التي ترى أن ما حدث هو انقلاب وترى أن التصعيد هو الحل للأزمة الماثلة في السودان. طيب ماذا عن وساطة جنوب السوداني يالينا؟ يعني هناك مسؤول وأنت على الهواء الآن، هناك أيضا على ما يبدو إطلاق قنابل صوتية. طيب أسأل عن مسألة الوساطة لينا. إذن مشاهدينا، نحن نتابع هذه الصور من العاصمة السودانية الخرطوم. هذه الصور تأتي بشكل مباشر من العاصمة السودانية الخرطوم بعد تفريق بعض المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى القصر عبر إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. إلى العراق، تصدت الدفاعات الجوية العراقية لطائرة مسيرة مجهولة حاولت الاقتراب من قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوى الجوية العراقية بمحافظة الأنبار غرب العراق. وقال بيان لخلية الإعلان الأمني إن القوة الجوية العراقية عالجت الطائرة المسيرة خارج محيط القاعدة العسكرية من دون وقوع خسائر. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مراسل حدث منتظر رشيد ينضم إلينا. إليك منتظر. نعم، بالفعل الهجوم الثالث الذي تتعرض له قاعدة عين الأسد بعد ساعات من تعرض هذه القاعدة إلى رشقة من صواريخ الكاتيوشا. طائرة مسيرة أيضا هاجمت هذه القاعدة، لكن لا الصواريخ أصابت أهداف داخل هذه القاعدة ولا حتى الطائرة تمكنت من الوصول إلى هذه القاعدة غرب الأنبار. بالتالي نحن أمام تصاعد في وتيرة مثل هذه الهجمات التي تتعرض لها المواقع العسكرية الأمريكية، أبرز هذين الموقعين المتبقيين طبعا للقوات الأمريكية والمستشارون، هما طبعا قاعدة فيكتوري داخل مطار بغداد في العاصمة، إضافة إلى قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، هما المكانان الأبرز، إضافة إلى قاعدة أخرى يتواجد أيضا فيها المستشارون الأمريكيون وقوات تحرسهم في قاعدة حرير في مطار أربيل. بالتالي هذه الهجمات بدأت تتصاعد، وبالتزامن طبعا مع مرور العام الثاني على مقتل سليماني والمهندس بدأت هذه الهجمات بالتصاعد. منتظر، هذا فيما يخص هذه الطائرة، ماذا عن طائرة الحكومة وكذلك جلسة مجلس النواب ومسألة التحالفات والكتلة الأكبر؟ طبعا بالنسبة للحراك السياسي يبدأ من أربيل، القوى الكردية تجتمع وتلتقي فيما بينها، يبدو أنها اتفقت على اسمين ستقدمهما طبعا لبقية القوى السياسية لرئاسة الجمهورية. القوى السنية لم تحسم أمرها إلى الآن، الخلافات ما تزال تعصف بالبيت السياسي السني حتى هذه اللحظة رغم وجود اجتماعات ولقاءات متواصلة. أما بالنسبة للبيت السياسي الشيعي فالخلافات على أشدها، فبعد الحديث طبعا عن اتفاق وشيك بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وزعيمها مقتدى الصدر، كان الاتفاق وشيكا على 12 نقطة قدمها الصدر للإطار وافق عليها، لكن الصدر عاد مرة أخرى ليطالب الإطار التنسيقي باستبعاد المالكي من أي اتفاق
قريب الأمر الذي أدى لانهيار هذا التفاهم الذي جرى الحديث عنه. بالتالي إلى الآن لا يوجد أي لقاء، كان هناك لقاء مرتقبا أمس ألغي هذا اللقاء بسبب موقف الصدر الجديد. نحن أمام عدة أيام تفصلنا عن موعد الجلسة المقبلة في 9 من الشهر الجاري على القوى الشيعية أن تحسم أمرها. هذا الأمر سيسهل عملية حسم بقية القوى لمواقفها. الكل ينتظر الشيعة على ماذا سيتفقون، هل سيذهبون فرادى، هل الكتلة الصدرية هي من ستكلف بتشكيل الحكومة بعيدا على إطار التنسيق، أم أنهما سيجتمعان. إلى الآن لا توجد أي بوادر لحل قريب بين الشيعة طبعا داخل البيت السياسي حول مسألة رئاسة الحكومة، من سيكلف برئاسة الحكومة. الصدر أيضا لم يغير موقفه طبعا إلى الآن من المالكي الذي يريده بعيدا عن أي اتفاق قريب. بالتالي هذه الخلافات ما تزال تعصف بالبيت السياسي الشيعي، وربما تؤجل مسألة تشكيل الحكومة وحتى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا في الجلسة الأولى للبرلمان. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل حدث منتظر رشيد. استنكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفيل، وصفه بأنه غير مقبول. وأشار دوجاريك إلى سرقة أشياء رسمية من قوات اليونيفيل أثناء تعرضهم لهجوم من قبل مجهولين ليلة الثلاثاء الماضي، فضلا عن تعرض آلياتهم للتخريب ومن دون أن يحدد طبيعة الأضرار أو حالة الضحايا. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن جنود حفظ السلام لم يكونوا في ملكية خاصة أو يلتقطون الصور، على عكس ما وصفه بالتضليل الإعلامي، مبينا أنهم كانوا في طريقهم للقاء عناصر من الجيش اللبناني في دورية روتينية. ودعا دوجاريك الحكومة اللبنانية إلى التحقيق السريع والشامل في الحادث وإلى محاكمة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على حد تعبيره. وكانت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان يونيفيل أدرجت اعتداء أهالي منطقة بنت جبيل معقل ميليشيا حزب الله على عناصرها ضمن انتهاكات القانون اللبناني والقانون الدولي. وفي بيان شديد اللهجة طلب المكتب الإعلامي لليونيفيل السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم التي تعرض لها من يخدم قضية السلام. البيان هاجم ميليشيا حزب الله من دون أن يسميها، متحدثا عن جهات وصفها بالفاعلة في الجنوب تتلاعب بسكان المنطقة خدمة لأغراضها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. وكالة إيرانية تتحدث عن بدء العد العكسي لإحياء الاتفاق النووي بفضل التقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات الجارية. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. Thank you.
أهلا بكم من جديد. فشلت المفاوضات بين إيران وكوريا الجنوبية حول تسديد مستحقات طهران المجمدة، وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن العقوبات الأمريكية لا تبرر رفض كوريا الجنوبية دفع مستحقات طهران. وكانت وكالة إيرانية قالت إن العد العكسي لإحياء الاتفاق النووي بدأ بفضل التقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات الجارية في فيينا. وكان السفير الروسي ميخائيل أوليانوف أكد أن المحادثات تتقدم ببطء ولكن بثبات. أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أن التهديد بفرض آلية عقوبات مجلس الأمن سناب باك يجب أن يكون وسيلة لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة لا تسمح بصنع سلاح نووي، وذلك حسب ما نقل موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين. أضاف الموقع أن إسرائيل تحاول إقناع أمريكا والدول الأوروبية المشاركة في المفاوضات النووية بزيادة الضغط على إيران. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك يا دكتور محمد. ماذا يعني الكلام الذي يقوله بعض المسؤولين المشاركين في هذه المفاوضات بأنها تتقدم ولكن ببطء؟ ما الذي يبطئها؟ ما الذي يجري بين الطرفين طهران وواشنطن؟ أهلا وسهلا بك. أنا أعتقد أنه ذلك يبدو منطقيا إلى حد كبير لأكثر من سبب. أول سبب هو أنه المفاوضات تجري بشكل غير مباشر، وبالتالي ما تطلبه إيران وما تطلبه الولايات المتحدة ينقل عن طريق أو عبر وسطاء آخرين، وهذا يستغرق مزيد من الوقت وقد يتسبب في بعض الأحيان في سوء تفاهم بين الطرفين. ولذلك حتى في وسائل الإعلام الإيرانية بدأت دعوات تظهر لإجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لأنه المفاوضات غير مباشرة وفقا لهذه النظرة لم تعد مجدية بشكل كبير وتستغرق مزيدا من الوقت وتطيل آمد المفاوضات وقد تؤدي إلى انهيارها في النهاية. السبب الثاني هو أنه الخلافات لا تبدو سنوية ولا يمكن تسويتها بسهولة، لسبب بسيط هو أنه هناك غياب للثقة بين إيران والولايات المتحدة. إيران تخشى من أن تصل إلى صفقة جديدة تنسحب منها مجددا الولايات المتحدة، وبدورها إدارة الرئيس بايدن تخشى من أن تصل إلى صفقة مع إيران تبدأ إيران في الالتفاف عليها في المرحلة القادمة، لا سيما على مستوى تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من 3.67%. طيب ماذا عن الدول المشاركة في هذه المفاوضات يا دكتور محمد؟ يعني أقصد العواصم الأوروبية، خاصة مع المواقف التي أتت عليها طهران فيما سبق بأن بعض هذه الدول تعرقل الاتفاق. أنا أعتقد أنه هذا ربما يكون من نوع من المزايدات من جانب إيران، لأنه أيضا إيران ليس لديها ثقة كثيرة في الدول الغربية عموما، وربما حتى عدم الثقة يصل إلى الحليف الروسي أو الصديق الروسي، لأنه هناك أيضا دعوات في إيران بعدم التعويل بشكل كبير على دور الوساطة الروسية، لأنه في النهاية موسكو تلعب لحسابها داخل مفاوضات فيينا وتحاول الوصول إلى صفقة تستوعب مصالحها في المقام الأول وتدير هذا الملف وفقا لخلافاتها وعلاقتها مع الولايات المتحدة، وتضم في ذلك طبعا الملف الأوكراني وغيره. أنا في تصوري إيران لا تعاول كثيرا على المواقف الأوروبية، لا سيما أن هناك انتقادات من جانب إيران للدول الأوروبية بأنها تقاعست عن إنقاذ الاتفاق النووي وعن احتواء تداعيات الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق والعقوبات الأمريكية وفقا لآلية نيستيكس التي لم تفعل في نهاية. هل قدمت إيران لهذه الدول مغريات من أجل أن تقوم بهذا الدور يا دكتور محمد، بمعنى أنها تفاجأت بالمواقف من الدول الأوروبية لذلك هي بدأت تصرح هذه التصريحات؟ لا أعتقد ذلك، يعني واضح أنه إيران لا تعول كثيرا على العلاقات مع الدول الأوروبية في المرحلة القادمة. هي تريد شيء واحد وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، لا سيما فيما يتعلق بالصادرات النفطية، وهذا ما اتضح من تصريحات وزير الخارجية حسين أمين عبد اللهيان عندما قال أنه أي اتفاق لابد أن يستوعب أن تقوم إيران ببيع النفط والحصول على ثمن نقدا في كل الأحوال. أنا في تصوري أيضا الدول الأوروبية لا تثق كثيرا في إيران، خصوصا أنه إيران تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية وتحاول الالتفاف على الاتفاق النووي، أيضا
تمارس أدوارا أو تتخذ خطوات استفزازية على غرار إطلاق تجارب لصواريخ باليستية والإمعان في دعم بعض الوكلاء والميليشيات في المنطقة، بما يعرقل جهود تسوية الأزمات ويفاقم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة بكل ما ينتجه ذلك من تداعيات سلبية على مصالح وأمن الدول الأوروبية في المقام الأول. طيب، مبررة هذه اللهفة من قبل الجانب الأمريكي يا دكتور محمد من أجل إبرام هذا الاتفاق، خاصة مع المعلومات التي تتحدث ونقلها الأمريكيون إلى الإسرائيليين بأن إيران على مقربة كبيرة من إنتاج سلاح نووي، وبالتالي هم مضطرون لإبرام اتفاق ولو بثمن قد لا يرضي حلفاء الولايات المتحدة أو حتى إدارة جو بايدن؟ طبعا يعني معظم حلفاء الولايات المتحدة الآن يتشككون في أن الإدارة الأمريكية قد تسرع من الوصول إلى اتفاق نووي قد لا يتضمن قيودا شديدة على إيران. هناك شكوك حتى ليس فقط من جانب إسرائيل أو الدول الأوروبية، وإنما حتى من جانب النواب الحزب الجمهوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية تشككون في أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الوصول لصفقة بأي ثمن، وهذا طبعا خطر كثير. لذلك أنا أتصور أن الإدارة الأمريكية تحاول توجيه رسائل طمأنة بأنها ستصل إلى صفقة تتضمن قيودا شديدة على إيران. أنا أتصور أن الهدف الأساسي من أي صفقة محتملة في فيينا هو إطالة الأمد الذي يمكن أن تحتاجه إيران للوصول إلى القنبلة النووية، بدل من أن يكون عدة أسابيع يكون عدة شهور أو سنة على سبيل المثال، وبعدها يكون لكل حادث حديث. بعد ذلك من الممكن أن تجرى مفاوضات أخرى حول قيود أشد، حول برامج الصواريخ الباليستية، حول الأدوار الإقليمية وغيرها. وإن كنت أعتقد أن ذلك طبعا مقاربة تواجه صعوبات كثيرة في المرحلة الحالية. شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أظهر فيديو ينشر للمرة الأولى قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية قبل عامين أثناء تخطيطه لدخول محافظة كركوك وأخراج البيشمركة منها مع قيادات من الحشد، واصفا معاركه ضد البيشمركة وإخراجهم كذلك من كركوك بالنصر الإلهي. كل عالم إذا يجيون من الغرب للشرق للسني للمسيح واليهود كلهم ما يستطيعون يمنع هذا الناس، هذا أمر الإله. تكرار بسم الله. لا مين الله والله بفتاة يا جام بفتاة هي يكون هذا. أنا مطمئني مو بحث الظهور غيره، لا، نفس الموجود، نفس الموجود أتكب نفس على موجود الشيء الزمان المعصومين مرمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يعجي خلاصكم. هذا لا معصومين محرومين من الشعب، محرومين من القيادات. الآن الحمد لله أنا أشوف الابتسامة بوجهه صباحا تقول محرر إيران، يعني والله أبو على الابتسامة وما فرقت محيا تقول أكو فد محافظة في إيران حررها. مو كركو في شيء ساعتين مشروع إسرائيلي كبير، يعني هذا عندهم أعضاء كل شيء يخلقون الله سبحانه وتعالى يستثمره وبدون خسارة بدون قتال بدون. أظهرت صور قادمة من مدينة شهر كرد الإيرانية، أظهرت هذه الصور إحراق تمثال قاسم سليماني وسط شوارع المدينة تزامنا مع الذكرى الثانية لمقتله بطائرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق. تندیس قاسم سليماني فلکه اول شهر کرد، اینو امروز صبح فکر کنم نصبش کردن، شب هم آتیجی زدن. سلیمانیو فلکه اول شهر کرد، اینو امروز صبح فکر کنم نصبش کردن. إلى تونس، حيث استدعى القضاء التونسي 19 شخصية سياسية في تهم
تتعلق بجناح انتخابية من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي. وبحسب البيان الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس، فمن المقرر أن تمثل الشخصيات المعنية أمام المحكمة في 19 من يناير الجاري. وأوضحت المحكمة في بيانها أن الجرائم تتعلق بالانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي الذي سبق الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد. ينفذ سائقو شاحنات نقل المحروقات في تونس ينفذون إضراباً عاماً عن العمل بكامل أنحاء البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أيام. وشدد اتحاد عمال تونس على أن تمسكه بتنفيذ هذا الإضراب يعود إلى ما وصفه بغياب الجدية في التفاوض لدى السلطات ولضمان حقوق العاملين الذين يرغبون بالإضراب وسيبدأون به. وشهدت محطات بيع المحروقات إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتعبئة سياراتهم قبل دخول الإضراب حيز التنفيذ. من جانبها تبرأت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تبرأت هذه الجامعة من هذا الإضراب ودعت كافة العاملين بقطاع نقل البضائع والمحروقات، دعتهم إلى مواصلة العمل. عرضت إدارة الرئيس جو بايدن بنداً في قانون الدفاع يطالبه بتزويد الكونغرس بتقارير مفصلة بشأن القدرات العسكرية لإيران والأنشطة ذات الصلة، ويتطلب النص وصفاً تفصيلياً للتقدم العسكري الإيراني وجميع مبيعات الأسلحة وعمليات النقل من وإلى إيران وجميع عمليات إطلاق الصواريخ من قبل إيران والتغييرات في قدرات الجماعات العسكرية المدعومة من إيران. وانتقد قادة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري في الكونغرس قرار إدارة بايدن بعدم الامتثال للتفويض القانوني بتقديم تفاصيل للكونغرس حول قدرات إيران. واتهم الجمهوريون في الكونغرس في تعليقات لصحيفة واشنطن فري بيكون الرئيس جو بايدن بعرقلة دور الرقابة الدستورية للسلطة التشريعية. نذكر مشاهدينا بالعناوين. التحالف ينشر صور نشاط إرهابي لعناصر من ميليشيات الحوثي في معسكر السوادية بمحافظة البيطاء. الأجهزة الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من محيط القصر في الخرطوم. مع استمرار جلسات التفاوض في فيينا، فشل المحادثات بين إيران وكوريا الجنوبية حول تسديد مستحقات طهران مجمدة. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، بعد قليل نشرة مفصلة، إلى اللقاء.